أهلا وسهلا بكم متابعي قناة وطني ديزاد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في آخر أخبار الجزائر اليوم، نشب حريق مهول بالقرب من مدرسة ماري كيري بالمحمدية ولاية معسكر، حيث تداول نشطاء على الفيسبوك. خاوتي قبل ما نبدأ وبلا ما نوصيكم الضغط بقوة على اللايك. في آخر أخبار الجزائر اليوم، فيديو يوثق الحادثة، حيث تبقى الأسباب مجهولة في انتظار فتح تحقيقات معمقة، ونتمنى ألا تصل ألسنة النار إلى المدرسة. شاهد الفيديو. Oh, that's a good one.